تخيل شو من رايك. لا سبعني ما مخلصة أنت، كل ما أحط أنت رأس أنت باعي غير تنتظرين واحد يسوي مزيج صخام. والله زبونة تطلب. Excuse me. لازم هذا شكلي. Hello guys, welcome back to my channel. اليوم راح أصور لكم فيديو ويا أختي. طبعاً كم منكم صارين يقولوا لي تريا سوي مكياج وشعر الأختي، وأني ولا مرة مصورة هيك فيديو. قلت ما دام قاعدين بالبيت خلي أصور لكم، أني أوريدي مسوية شعري ومكياجي، فعاجبني أحط مكياج أختي وأسوي لها شعرها وياكم. كمان. Hi guys. كلكم تعرفون أختي is right here. خلينا نشوف إيش راح تسوي بينا اليوم تريا. أوريدي حاطة السيرامز مالتها وحاطة الكريم مالتها مال ترطيب وحتى الجهن مال جوا العين. فاني راح ابلش احط لها هذا سماش بوكس البرايمر. طبعا انا ما احط هوايه فاونديشن، فطري بدنا نشوف راح تسوي. الفاونديشن اللي راح نستخدمه هو Born This Way from Too Faced، وهذا هو اللون اسمه Porcelain اللون مالتها. طبعا هاي مره واحده بس استخدمتها بعدين. واللون ماتشنج؟ بأرس لارا. يعني اخر مره استخدمت فاونديشن كان بالشهر 11 السنه اللي فاتت. حلو، يا رب يكون لوني جسي يعني يركب برا. المفروض لوني. حبيت الكواليتي مالته. انا بصراحه ما جربته ولا مره. ليه ما تحطين الفرج؟ انا عندي فرج. انا احب استخدم البيوتي بلاندر بالفاونديشن. اوكي. احس الفرشه فور فول كفرج، يعني فول فول، عرفتي شلون؟ تحسين اللون ويا بشرتي. إذا كلش فاتح يعني بكيت أخذتها من شنت بشرتك بصراحة. من شنت بس اتس اوكي بالبرونزر بعد بيتش. اوه ماي جاد كنت أخوف. طبعا أنا ما متعودة أحط مكياجي أحطهم يعني حتى التوتو أبد ما أحط لك مكياج. اوكي لا تصخميني معناها. ما راح أصخمك، راح أسوي لوك حلو. طبعا الحلو حواجب تبارك ما يحتاج أسوي هالشيء لأن أوريدي مسويتها هي تاتو. مو تاتو، مايكرو بليدينج. اوكي. إنه التاتو يختلف، التاتو يصير تاتو بس مايكرو بليدينج يكون مثل خطوط، يعني إنه كأنه شعر. أوكي. سوري، مسوية مايكرو بليدينج. أوكي، والكونسيلر اللي راح أستخدمه هو مايبلين إيج ريمايند، طبعًا أنا هم دائمًا أستخدم هاي، وراح أضيف فوقه جيفري ستار، الرقم اللي راح أضيفه C13 بس جوا العين. حتى شوية يسوي برايتنس، لأن شوية هذا أفتح من اللون هذا. أنتي تستخدمين في نفس اللون مثلي؟ يعني استخدم نفس اللون مالتش. Do you like somebody doing your makeup؟ تحبين أحد يسويش مكياج شو ولا؟ لا. يعني صار جريمة شوية؟ ما أحب لا أحد يسوي مكياج ولا أحد يلزم شعري. أنا اثنينات راح أسويهم اليوم. لا شوف مش قادر حد بس تتحملش. بس بوجي مولي لي عنده أحسش نجوم. لا بعد شوي أنزم. ده أحس من النظرات. يعني شو؟ يعني راح أبلش أحط سيرين باودر. بس سوين أي. ليش تخليها بعيني؟ لأن العدسة ترى هواية تقربي من عيني. أوكي بفرق عينك. بس ده أحط السيرين باودر لأن قبل ما تخطط عينك يعني بسرعة تخطط. بس راح أستخدم هذا من فنتي. اللي هو كريم برونزر، اسوي لها بيه برونزينج وكونتورينج مثل اللي اسويه على نفسي. بس رفع ايدي حنجش فوق شويه نسوي كونتورينج جوها. بس نسوي كونتورينج الخشم توتو هو مرفوع اوريدي. ارفع من خشمي. يعني مرفوع هيك مقصوص مالتك. نفس البرونزر راح اسوي لها كونتورينج الخشمها. سجلت بس فرشة لأن الكونتور كلش مبين، فأسوي بس هيجي softening حتى ما تصير كليتها خطوط. بس أنا بصراحة أريد الكونتور يبين مال خشم لأن صدق يبين فرق بالرسمة مال خشم. أسوي كونتورينج شفتها لأن توتة بعدها مسوي يلا fillers. توتة عندها هاي البلاشر من KKW، الكولابريشن مال KKW كيم كارداشيان وماريو الميك اب ارتست مالتها. هذا هو اللون، شو اسمه؟ Very Graceful. هذا اسم اللون، خلينا نجربه. تحبي؟ It's my favorite. أنا أحس إن بلاشر من تحطوها بهاي الطريقة ترفع من الوجه أكثر من ما إنه تحطوها بس هيجي هنا. من ترفعوها ترفع من الوجه. وشايفة ميك اب ارتست يقولون نفس الشيء.
هسه تقريبا خلصنا من مكياج الوجه البيسك، هسه راح نبلش بمكياج العين. بمكياج العين راح استخدم هاي الباليت اللي هي من هدى بيوتي، طبعا من زمان عندي اياها وكلش واي احب الوانها. هاي الالوان حلوه، كلش حلوه الالوان. فهي هاي درجه الالوان اللي راح تكون على عين تبارك، تقريبا بينكش على نود، شيء شي سوفت نود. اول شيء اللون اللي راح استخدمه هو هذا تيدي اسمه. غمضي عيونك هنا. طبعا بهذا اللون مثل ما تشوفون دا اسوي سحبه للعين، دائما اني اطلع الاي شادو خارج العين لان يعطي هيك السحبه للعين، وخاصه توت عيونها من هاي الدائريه فكلش حلوه تطلع من اسحبها لان عيونها اوريدي كبار. ثاني لون راح استخدمه هو الرا، هذا اللون نفس الشيء بس احدد اللون بس ما امزجه، لان هذا اللون شويه طوخ فيعطيني رسمه شارب للعين. احطه بس على الكريس. راح استخدم هسه هاي الفرشه، استخدم هذا اللون اللي هو بريست جليتر، اتصور بريست بيجمنت اسمه تشارمد. دا وصله النص العين تشوفون. بعد فرشة استخدم كريم اللي هو هم بريست جليتر بس شوية افتح. السبب انه استخدمت كريفت واستخدمت تشارمد لان تشارمد شوية اطوخ، من حطيت كريفت ببداية العين شوية يفتح اكثر. مثل ما تشوفون بلش يصير ريفلكشن هنا بنص العين، وارجع اسوي بلندنج. طبعا نفس الشيء ده ارجع اضيفه على الجهة الثانية. Look so pretty. بعد ما مخلصة والله بدي اشوف الجمال. يعني حلوة من البداية. هسه راح نبلش بالايلاينر وراها مسكارا، اوكي؟ نستخدم هاي المسكارا مال هدى بيوتي. هدى بيوتي مجربتها وياكم، هسه راح اجربها على توته. والايلاينر من هاوس لابتوري اللي هو مال ليدي جاجا، اثنيناتنا نشتريه من الامازون. فتحي يا باي عدل ونص جوا. وين جوا؟ باعي جوا. هسه خلصنا المكياج فوق العين والايلاينر، هسه راح نبلش مكياج جوا العين. راح استخدم نفس الالوان، هم ابلش بتدي اول بس من مايه. لا اول لون باعي هيك هسه، ودائما ابلش من نهايه العين حتى اللون يكون غامق ويبدي يفتح. على بدايه العين يكون كلش واضح. هسه تبدأ تحط المسكارا. طبعا احس المسكارا دائما الشخص من يحط المسكارا احسن ما شخص ثاني يحطها هي. حتى بالمودلين كانوا يعطوني المسكارا اني دائما احطها. صعبه تحطين مسكارا الشخص الثاني. هسه بما انه تقريبا خلصنا من المكياج بقت بس الحمره فخلي والهايلايت، فقبل ما اخلي هاي الاشياء راح استخدم شويه سيتنج سبراي. انا اخلي سيتنج سبراي شويه اطبطب هيجي حتى كليته يندمج ويصير طبقه واحده، المكياج ما يصير كليته طبقات. هسه راح استخدم هذا الكايلي هايلايتر، دائما اني استخدمه على نفسي. هايلايتر ما احطه هواي بس هنا جبت فرشه صغيرونه، احط من نص على نص الخشب، راح احط هنا. ليش؟ لان هاي المنطقه اريد ابرزها. نبلش بالحمرة. اللون اللي راح استخدمه للقلم هو من كي كي دبليو، اللون اسمه بيوتي ايكون. بالتحديد اختارت شوية لون اطوخ، والحمرة اللي راح استخدمها هي من هدى بيوتي، اللون اسمه وايفي. اللون صاير فيتي بينك شوية فاتح. هسه راح نستخدم هاي الجلاس،
هم من كي كي دبليو، لون اسمه Proud of You. شوية نضيف لمعة للحلق. You like it? Guys. شو رأيكم بالمكياج؟ خليني أخلص الشعر. أوه يا راح أسوي شعرين. بس نبلش نسوي الشعر. قعدي هنا خلي أجيب الأشياء مال الشعر ونبلش. بس راح نبلش نسوي شعر توتل. الطريقة اللي راح أسوي مثل ما أني أسوي الويفز. ويفز مفتح. طبعاً على شعر توتل الويفز راح تطلع تخبل، لأن ما شاء الله شعرك بهواي أدخل من شعري وأطول من شعري. لا لا شرط. والله على كيفي. لا عاجبني. والله على كيفي. ترى إذا تأذين ترى أحرق شوف هذا. أوكي والله على كيفي. أنا I'm so gentle. أصلاً مشلت الشعر. إيه أنا ما أحب أحد يمشل شعري. بس أقسم شعر توتة تعال زميلي إياها. هسه راح أقسم شعر توتة بالنص. بس راح نبلش نسوي هاي الجهة. يباج. ما راح تحسين بالحرارة. مو مثل الستريتني ما نقربها على فروة الشعر. وطبعا مو كل خصلة اسويها نفس الاتجاه، خصلة داخلة خصلة طالعة، خصلة هيجي خصلة هيجي حتى يطلع مخربط بعدين ما يطلع كليته نفس الشيء. طبعا انتو راح ترجع الجامعة بعد اقل من اسبوع. بس خلاص ها هي معادة خلصي منها. بس اي بس اريد ابلش اريد اخلص. بعدها سنة وتصير تتخرج من جامعة الطب. اقل من سنة مو؟ اقل من سنة. الشهر الخامس اتخرج، فبعد لي 10 اشهر. بعد لها 10 اشهر وتخلص. ياي هذا حلم طفولتها يعني. انه دكتوره. ياه. لا تاخذ انت بارك زبون لاي شيء، لا مكياج ولا شعر. بس تنقذون الله وكيلكم. صار هواي اقول الله وكيلكم ليش؟ عادي كلمة من الماضي هاي ترى. ضاع جايز شلون سويت الهيار؟ هيجي كانه خصلة تختلف عن خصلة. اول شيء باع الفوليوم شلون صار. حبيتي توتي؟ كلش حلو. يس هسه خلص الجهة الثانية وراح اشوف لكم ذا فول لوك. Hi guys, so Thrace سوت لي شعري وسوت لي مكياج. فهسه بس راح احط من هذا الواي اويل على شعرها حتى شويه ما يبين ناشف، ولا هو ما مبين ناشف، بس اني احب اضيف شويه اويل على نهايه الشعر يضيف شويه لمعه وريحته كلش طيبه. اوكي جايز هذا الفاينل لوك التوته، شنو رايكم؟ كتبوا لي بالكومنت سويت لها شعرها مثل ما شفتوا؟ سويت لها مكياجها. ما ادري اني كلش حبيت اللوك، ما ادري انتم قولوا لي جايز اذا تونستوا ويانا وحبيتوا هذا الفيديو وحبيتوا اللوك قولوا لي شنو ارائكم. وذاتس ات جايز، اذا حبيتوا هذا اللوك وتونستوا وياي اني وتوتا لا تنسون تسوون ثامز اب، واللي بعده ما مسوي سبسكرايب سوي سبسكرايب. واني احبكم كلش هوايه، اشوفكم على المره الجايه. باي باي. فاينل لوك للشعر، خليني اشوف لكم اياه من ورا. والمكياج يخبل يخبل. I'm so proud.